أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قنوات أون تايم سبورت في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم دوري بلدنا. الحمد لله الموسم خلص على خير، وأثر طبعا عن تأهل كل من زد، الجونة، بلدية المحلة، مليون مبروك ليهم صعودهم لدوري الأضواء والشهرة الممتاز في الموسم الجديد. والحمد لله كنا في أون تايم سبورت بننقل لكم جميع المباريات التأهل الخاصة بالفرق الثلاثة على الهواء مباشرة، سواء الجونة وزد وبلدية المحلة. وطوال الموسم كنا مع حضراتكم بكاميرا دوري بلدنا في كل المحافظات، لفينا معاكم من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها، كرة النجوع، صورنا كل شبر داخل استادات المحروسة. الحمد لله يمكن في أون تايم سبورت ما بخناش أي من الجهد ولا العرق عشان نطلع لكم الصورة دي، صورة دوري بلدنا بالكافية لتنال رضا حضراتكم، وبالتأكيد كنا بنسعى إن احنا نقدم لكم الأفضل. كان لينا الأسبقية في العديد من الأخبار والانفرادات، طبعا كموسم شاق بما تحمله الكلمة لكل المنظومة، سواء إدارات الأندية، اللاعبين، كل المتاعب والمشقات دي من أجل الوصول لحلم واحد، وهو حلم ممتاز. ولكن زي ما احنا عارفين في النهاية كان لازم ثلاث فرق فقط لغير هم اللي بيصعدوا إلى الدوري الممتاز من المجموعات الثلاثة، اللي هي طبعا الصعيد، القاهرة، وبحري، هم فريق من كل مجموعة اللي بيصعد للدوري الممتاز. دلوقتي ما بقاش فاضل غير في الموسم ده غير حاجة واحدة، مباريات الترقي، دورة الترقي اللي هتبقى بين سلاسل فرق اللي هم وصلوا للمركز السادس. هيقام قرعة ما بينهم، طبعا الثلاث فرق اللي صعدوا هيكون المنيا بقيادة كابتن نبيل محمود، المجموعة الأولى مجموعة الصعيد، وصعود الاتصالات بقيادة جمعة مشهور من مجموعة القاهرة، والقناة هي المجموعة الثانية، وصعود بروكس بقيادة محمد حامد من المجموعة الثالثة من مجموعة بحري والدلتا. بإذن الله بكرة هتتعامل القرعة الخاصة بلجنة المسابقات أو بهذا دورة الترقي من خلال لجنة المسابقات الخاصة بالقسم الثاني برئاسة الأستاذ مجدي الشيخ بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم. بالتأكيد لازم نبارك للأندية الجونة وبلدية المحلة، وزي ما احتفلنا الأسبوع الماضي بصعود الجونة، عفوا زد، ومجلس إدارته، وشفنا فرحتهم وشفنا اللعيبة اللي كانت في أرضية الملعب عندها حالة من هستيريا الفرح، وده حقهم بعد مشوار ونهاية موسم كبير جدا بيكلل بالصعود والهدف اللي بيسعوا ليه تحقق. فبالتأكيد الفرحة بتبقى كبيرة جدا في ظل منافسات قوية جدا في الثلاث مجموعات لحد آخر صفيرة مباراة، تحديدا لو مجموعة الصعيد وبحري كان صافرة النهاية هي صافرة صعود أحد الفرق، وهي سواء البلدية أو زي ما قلنا الجونة، دول مجموعتين كان آخر جولة، ولكن زد كان حسمها من الجولة قبل الأخيرة. هنحتفل النهاردة برضو بالجونة والبلدية اللي هيكون معانا النهاردة في الفترة الحوارية، كمان من البلدية هيكون اتنين من نجوم الكرة المصرية واللي أصبحوا كمان نجوم صاعدين في التدريب، هيبقى معانا في فقرتنا الحوارية النجمين، عامر صبري مدرب بلدية المحلة، وحسام أسامة مدرب أيضا بلدية المحلة. بس الأول تعالوا كده نروح لملعب شبان المسلمين بقنا ونشوف فرحة لاعبي الجونة وقالوا إيه بعد المباراة، ونرجع لكم مرة تانية. مرينا بعثرات كتيرة، أخيرها ماتش المنيا كانت ممكن تهد أي حد، بس الحمد لله احنا قدرنا نقف على رجلينا، وبالنسبة لي ده ليه طعم مختلف لأن الدوري السنة دي صعب وصعب جدا. بقول هارد لك لفرقة لافينا، منافس قوي لغاية آخر الموسم، بس الحمد لله احنا بخبراتنا الحمد لله قدرنا نخلص الحمد لله. ماتش المنيا طبعا بالنسبة لنا احنا كنا كسبانين لغاية آخر ثانية وحصل اللي حصل. حاجة بس صغيرة عايز أقولها، بالنسبة للقرار بتاعنا بتاع مسعد وصافي ده قرار بتاع لحظتها، لكن هم لعيبة كانوا مؤثرين معنا جدا جدا جدا، ما كانوش مؤثرين
مسعد من كلين شيت من اول ما جالنا في شهر يناير، صافي عامل نص الاجوان بتاعتنا، بهدلهم الفوز برضه، بس كان لازم القرار ده يتاخد عشان نوصل للي احنا فيه ده. فرقه الجونه علاقات طيبه مع فرقه شبان هنا، بس ده ما هدولش ان هم كان في فير بلاي النهارده، بنلعب لاخر لحظه متعادلين معانا. الماتش اللي هناك على فكره فعندنا في الجونه من الماتشات اللي وقعتنا، اتعادلوا معانا عندنا 1-1، بس الحمد لله النهارده بقول لهم مبروك اعادكم في الممتاز، بيقول الحمد لله احنا وصلنا الدور. لا لا الاثنين ليهم احاسيس مختلفه وشعور مختلفه. فرقه اسوان السنه اللي فاتت احنا عشان حسمنا الصعود بدري جدا، فما كانش فيه الاحساس اللي موجود النهارده. كان في عصارات كتيره السنه دي في الجونه، بس الحمد لله ان السنه دي طعمه مختلف. مش قادر اقول الفرحه لنادي الجونه اللي بيتي اللي تربيت فيه. لما خدت القرار ورجعت ما فكرتش، يعني الموضوع بالنسبه لاي لعيب كوره بعد 15 سنه دوري ممتاز اكيد هفكر كتير، بس لما بيتي طلبني ما تاخرتش، ما فكرتش اني هلعب درجه ثانيه خالص. وانا عارف قد ايه هي صعبه في الصعيد، بس كنت الحمد لله كان عندي ثقه في ربنا وفي الاداره الموجوده واللعيبه والجهاز الفني المحترم. بامانه منظومه متكامله، كنا حرام ننزل الدرجه الثانيه، بس الحمد لله بنحمد ربنا. وانا كنت متاكد وكان الفرق بعيد شويه من بدري، كنت عندي ثقه في ربنا ودايما بتكلم مع لعيبتي اللي هنرجع ان شاء الله هنركب اول الدوري ان شاء الله، ومسكنا فيها بقى لنا 4-5 ماتشات، ودي تعهدنا مع بعض من بدايه الدوري. احنا بنلعب على هدف واحد هو الصعود، نحط بيتنا تاني في المكانه بتاعته الطبيعيه، ودي ان شاء الله بدايه عشان ما نغلطش تاني ان شاء الله بعد كده، وان شاء الله نشوف النادي الجونه في الحته اللي فوق ان شاء الله. مش قادر والله اقول لك ايه بجد. أنا يا نور يا نور يا نور، انا اسف على السؤال، بس انا كنت حابب اعرف منك. الحمد لله طبعا. قولها الصعود يعني اكيد اكيد انت والله والله انت تحب كل حاجه عشان النادي. الحمد لله طبعا انت تحب كل حاجه عشان كان دوري كبير جدا والله. بطل اقسم بالله. مبروك يا كابتن. يعني اقول ان انت غامرت وراهنت وكسبت النهارده. الحمد لله طبعا. الحمد لله على كل حال. مبروك نادي الجونه. الحمد لله الحمد لله. كان موسم صعب ومش عارف اقول لك قد ايه احنا تعبنا قد ايه عشان نرجع النادي لمكانته الطبيعيه، وان شاء الله ربنا يكرم النادي في الدوري الممتاز ان شاء الله ويرجع تاني لمكانه يعني، وياخد مركز كمان باذن الله. طبعا والله انا حابب اشكر حضرتك واشكر كل الكباتن اللي في الاستوديو. والله هو احساس صعب لان احنا لافينا كانوا فارقين 7 بونت، وربنا كرمنا. احنا كان عندنا امل كبير وثقه في اللعيبه الموجوده والجهاز ومجلس الاداره اللي احنا هنقدر نرجع ونصعد، لان احنا حق بجداره يعني. الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا، كسبنا لافيينا والبترول والالومنيوم وكل الفرق الحمد لله ربنا كرمنا. والنهارده الحمد لله ربنا كلل تعبنا بصعود الحمد لله اسوان والجون الحمد لله رب العالمين. فرحة كبيرة شفناها في ملعب شبان إنم، شفنا كمان نور السيد وبكاء، ويمكن اللعيبة فعلا بيبقى في بعض الأحيان كده طعم الفوز والصعود بالنسبة لها مختلف جدا عن أي حد، سواء الإدارة حتى أو الأجهزة الفنية. خاصة نور السيد زي ما هو يمكن قال في التقرير، الراجل كان بيلعب في الدوري الممتاز، وقبل لما استدعي من فريقه اللي عايش فيه فترات طويلة ان هو يكون موجود في صفوفه عشان يرجع مرة تانية للدوري الممتاز، الراجل ما قالش لا. شفنا الفرحة اللي قدام حضراتكم ودي الهستيرية. فوز 2-1 برضو مش بسهولة. شبان هنا على ارضه فرقة زي ما بيقولوا بلغة الكرة رزلة، وما يعني ما بتحاولش ان انت تبقى انت رايح كده هتبقى مرتاح في المباراة ابدا، لا خالص، انت رايح فريق على ارضه، وهو كمان لعبه فير بلاير بشكل كبير جدا، و النتيجه نفسها بتقول كده 2-1. يعني كانوا هم بيحاولوا كمان ان هم يتعادلوا. نور السيد كلامه كان مهم، ودموعه دي دموع بالتاكيد بتدل قد ايه كان المشوار صعب ومش بالسهل، والفرحه بالتاكيد بتبقى طعمها مختلف زي ما انا بقول للاعبين. زي ما شفنا فرحه الجونه في ملعب شبان هنا، تعالوا كده نشوف مصطفى الشامي من الشباب اللي انا دايما ابدا بكون سعيد ان يكون فيه قياده شبابيه بتقود الى نجاح. مصطفى الشامي رئيس نادي البلدية من بعد أكيد فوزه أو صعوده للدوري الممتاز وفوزه في مباراة الكرنس الأخيرة اللي صعدته بنتيجة كبيرة. شوف تقرير معاه وأحمد عبد الرؤوف أيضا المدير الفني، شوفوا ما قالوا إيه بعد مباراة البلدية المحلة والكرنس وتأكيد الصعود. نرجع مرة تانية. الحمد لله
مبروك مبروك لكل اللعيبه رجاله جهاز فني على اعلى مستوى مجلس الاداره مبروك عوده البلديه للدوري ممتاز بعد 15 سنه الحمد لله فضل كبير جدا جدا من عند ربنا جمهور كل حاجه حلوه على مدار الموسم نتكلم كتير لو مهما قلنا مهما عدنا في حق الناس دي والله العظيم انا وفيهم حقهم تعبنا كتير جدا ربنا كافئنا احمد عبد الرؤوف مدرب كبير 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 جهاز فني على اعلى مستوى كله جهاز اداري على اعلى مستوى كل الناس تعبت الحمد لله الحمد لله فضل كبير قوي 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 ومنه كبيره جدا من عند ربنا علينا النهارده الحمد لله مبروك لشعب المحله مبروك لشعب المحله مبروك لشعب المحله احمد عبد الرؤوف اول سنه دوري اول سنه درجه ثانيه اول سنه دوري ممتاز اول سنه درجه ثانيه احمد عبد الرؤوف فرد من 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 مجموعه كبيره جدا 17 سنه وانا جاي النادي ده وعارف قد ايه قيمه النادي ده الحمد لله بحمد ربنا يعني انت مش متخيل الموضوع عامل ازاي موضوع صعب جدا 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 مجموعه صعبه ظروف صعبه جدا فالحمد لله ان انا اكون فرد من ضمن المنظومه دي وان ربنا يوفقني ان انا يعني بلديه يصعد على ايدي دي حاجه كبيره جدا الاول عايز اقول هارد لك لطنطا وعايز اقول هارد لك لكل الفرق اللي كانت بتنافس دي كرنس احنا عارفين ان هو فريق كبير وفريق محترم وعارف ان الماتش كان صعب هنا انت مش متخيل السنه كانت عامله ازاي بحمد ربنا عليها والحمد لله انا زي ما قلت لك انا فرد في منظومه كبيره جدا بشكر الجهاز فرحة في عينهم فرحة في كلامهم مصطفى الشامي مش رئيس نادي احنا شفنا مشجع قبل ما رئيس نادي وده الطبع اللي ممكن يدي حمية في الإدارة ويمكن هو كان هيبقى معانا النهاردة بس لظروف ما سمحتش انه يكون معانا اليوم في حلقتنا وبنقول زي ما احنا بنقول الشباب اللي بياخد الفرصة كاملة ودي المهم اللي بنأكد عليها اللي يمكن اللي شفناها في أكتر من مثال في الدوري القسم الثاني زي ما احنا بنتكلم ادي المدرب الفرصة كاملة هتلاقي نتيجة كل الفرق اللي كانت بتنافس كانت معظمها ان لم يكن 95% اعطى للجهاز الفني الفرصه كامله دون تغيير وممكن يكون في بدايه المشوار الكثير من العقبات او عدم التوفيق ولكن في النهايه الامور بتستقيم وبيبقى في صالح الفريق ان يبقى المدير الفني تم الابقاء عليه من مجلس الاداره 15 سنه البلديه بيعود مره ثانيه مش عايز اقول لكم المحل فرحتها عامله ازاي عندك البلديه وعندك الغزل موجودين يا عينه يا حلاوتك في الدوري الممتاز. تعالوا بقى نشوف كده لاعبي بلديه المحله بعد الماتش ده واحنا شفناهم عملوا ايه مع احمد رؤوف والفرحه بتاعتهم غير عاديه بس تعالوا نسمعهم ونشوف تصريحاتهم فيما بعد اللقاء وفرحتهم بالصعود للدوري الممتاز. من اول السنه واحنا بنلعب اللي احنا نسعد والحمد لله احنا تعبنا طول السنه واللعيبه كلها رجاله وجهاز فني رجاله واداره رجاله ما قصروش معانا في اي حاجه واحنا الحمد لله الحمد لله رجاله ولسه اللي احنا نسعد عشان تعبنا من اول السنه الحمد لله والله الاول بقول الحمد لله على الصعود كل حاجه رجاله من الاول الاداره الجهاز الفني للعيبه كلنا تعهدنا ان السنه دي ان شاء الله الصعود بعد غير 15 سنه وبارك للعيبه لعيبه رجاله وجهاز محترم واداره محترمه كله على قلب رجل واحد والحمد لله على الصعود احنا قلنا هنعمل اللي علينا وكل ماتش اكنه كاس وهنقاتل اخر ثانيه والحمد لله ربنا كافئنا بالصعود الحمد لله احنا تعبنا من اول الدوري الحمد لله ربنا كرمنا وتعبنا كله جه في الماتش النهارده الحمد لله ربنا يكرمنا ان شاء الله في الدوري الممتاز واحنا احق فرقه في المجموعه نصعد دوري ممتاز وربنا يكرم ديكرنس بلدنا الثانيه والسنه الجايه ان شاء الله نشوفه في الممتاز باذن الله. قصه بقى الهدف الجميل اللي انت جبته كنت متوقع ان هي تروح كده؟ انا بلعبها كده على طول الحمد لله. فرحه نهايه الموسم فرحه الصعود بيبقى فرحه لا تضاهى اي فرحه تاريخ اللاعب وتاريخ الاجهزه الفنيه في الانديه تحديدا زي ما احنا بنقول كده الجماهيريه بعد ادي المحل فيما بعد اللقاء شوف المحل عامله ازاي وشوف الناس كلها في الشارع ازاي الاجهزه الامنيه كمان واقفه لتامينهم فرحه يعني عايز اقول تلقائيه طب فرحه هتلاقي كل الناس لزنت من بيوتها من غير كده ايه زي ما بيقولوا مواعيد ولا اتفاقات كل الناس اللي عبر عن فرحته بصعود البلديه الناس بتفرح الكوره بتفرح الكوره بتسعد بيوت
وبتحرك مشاعر كل الناس اللي قدام حضراتكم دول بالتأكيد هي اللحظات التاريخية. بيحسب كده المجالس الإدارية وبيكتب كده زي ما يقولوا كده بحروف من ذهب إن في عهد فلان الفلاني والجهاز الفني بقيادته واللاعبين إن صعد الفريق الفلاني إلى الدوري الممتاز. ما بينسوش، بيقعدوا فترة كده تتعاش عليها. أدي ده الحافلة نادي بلدية المحلة وهي داخلة للمحلة. قد ايه الناس مستنيه، قد ايه في وجهه نظر الكثيرين هم دول الابطال اللي حققوا الحلم بالنسبه لهم. هيشوفوا فرقتهم في البلديه بيلعبوا الفرق الكبار، بيلعبوا اهلي، بيلعبوا زمالك، بيلعبوا كل الفرق دي، هيشوفوها مره تانية عشان يبقى عندهم في الاستاد بييجوا يتابعوهم وبيروحوا وراهم ويصحفوا ورا فرقهم في الاستادات الاخرى. هتلاقي طعم مختلف بجد من تواجد تحديدا فريق بلديه المحله، الفريق الجماهيري اللي زي ما انتم شايفين جماهيره كده قد ايه مبسوطين وقد اصحابه الفرح زي ما احنا بنقول، اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره وهم داخلين. عايز اقول لكم كده يعني مشاعر هم جوه الباص بتبقى احسن لحظه في حياتهم، كانهم كده توجوا ببطوله افريقيه، ببطوله عالميه، ولكن في النهايه هو صعود الى الدوري الممتاز عشان يبقوا من صفوه الفرق اللي بتلعب في الدوري المصري. سريعا بقى نكمل الفرحة وكواليس الفرحة وأسئلة كتير عن موسم هو الأطول والأصعب في هذه المجموعة مع ضيوفنا الكرام اللي هيشرفونا بعد هذا الفاصل، عامر الصبري وحسام أسامة كلاهما نجم من نجوم نادي الزمالك وأيضا مدربي نادي بلدية المحلة، ولكن بعد هذا الفاصل انتظرونا. بجد اتحاب حضراتكم مره تانية وفقرتنا الحواريه اللي اكيد بنحتفل فيها ببلديه المحله، واثنين من اللي ساهموا بشكل كبير جدا بالتاكيد في تواجد البلديه بدوري الادوار والشهره الدوري الممتاز، واحد من اخر الاسر اللي فيها عن ايد كده الحرفنه زي ما احنا بنقول على راي كابتن ميمي الشربيني، ربنا يدي الصحه كابتن عامر صبري. اهلا بك كابتن عامر. حبيبي ازيك؟ مبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله كويس. وانا سعيد جدا معاك النهارده الحمد لله. كابتن عبد الستار ما تتخيلوش في الشكل. سترة سترة حبيبي. بس انا احلى شويه. ايوه سامع انت سترة؟ الراجل جاي على طول كده. الاثنين احلى سمار واحلى لون مصري. ربنا يخليك. وكنتم فعلا من اللعيبه المهارات اللي كانت الناس بتحب تتفرج عليها. حبيبي ربنا يخليك يا كابتن. حسام حبيبنا وصديقنا ويعني علاقتنا من زمان، اي نعم كده بقى لنا شهرين ثلاثه ما اتكلمناش، ولا سنه ولا سنتين؟ لا بقى لنا سنه ونص. طبعا سعيد جدا انا حبيبي حسام، انا برحب بيك وببارك لك في البدايه. الله يخليك، وسعيد جدا انا مع حضرتك، وانا مش اول مره بكون معاك. يشرفنا. وكل مره ببقى مبسوط جدا انا اكون معاك. يشرفنا حسام. مبروك، بالتاكيد مشوار كان صعب. الناس ممكن اللي بتشاهد الدوري الممتاز ما بتشاهدش ممكن الصعوبات الموجوده في الدوري الممتاز بها، سواء من ملاعب، سواء من حاجات كتير قوي ممكن بتقابلها بقى، سواء اداء في بعض الاحيان بيكون من فرقه تانية مع كل فرقه بتلعبها بتلاقي اختلاف في ادائها في كل مباراه، امور كتيره كده بتبقى مختلفه عن الدوري الممتاز، لكن بالتاكيد بيبقى له طعم لما بتقول احنا صعدنا من بعد من مجموعه صعبه جدا، مجموعه طالع بفرق بوينت واحد في الصعود، ياكد قد ايه كانت المباريات صعبه في هذه الجوله. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بحمد ربنا طبعا على صعود السنه دي، وبحمد ربنا على اداء الفرقه طول الموسم، بحمد ربنا على نتائج الماتشات الاخيره بالنسبه لنا اللي هي فرقت معانا جدا جدا بعد رمضان. طبعا انت جبت الخلاصه فتح الله، الموضوع في الدرجه الثانيه صعب جدا من ناحيه الملاعب، من ناحيه ان في كذا فرقه بتنافس على الدوري على مقعد واحد غير الدوري الممتاز. الدوري الممتاز بس بتتكلم في حوالي 3 4 فرق، اهلي، زمالك، بيراميدز، ممكن بقى فرق كتير يعني تيجي من بعيد، اسماعيلي يجي، ام بي يجي، اتحاد يجي، مصري، بس بيبقى في فارق برده بين الفرق
بينها وبين بعض. لكن انت بتتكلم في الدرجه الثانيه بتتكلم مش اقل من حوالي 6-7 فرق بينافسوا على مركز واحد. وانديه جماهيريه كبيره جدا جدا وليها باع كبير جدا في الدوري تحت وليها كبير اصلا لا ليها باع قبل كده في الدوري الممتاز. انت بتتكلم في المنصوره، بتتكلم في الاولمبي، بتتكلم في ديكنس انضم مؤخرا عامل مواسم كويسه اخر 4-5 سنين. بتتكلم في ابو قير الازمنه من الانديه المستقره ماديا وفنيا، بتكلم في شبين الكوم، بتكلم مدينه يعني نادي مدينه، بتكلم في بروكسي برضو من الفرق اللي لسه صاعده من الثالثه للثانيه بس امكانيات برضو تساعده اللي هو يخش المنافسه. فطبعا انك تقدر توصل المركز الاول في ظل المنافسه القويه جدا جدا اللي هي منافسه فنيا وجماهيريا ان انت تاخد المركز الاول ده حاجه، ده توفيق كبير قوي من عند ربنا. صحيح. بس اللي ما حدش عارفه خالص يا كابتن فتح الله ان المكسب ما بيجيش لاي حد، يعني ما بيجيش من فراغ، لا لازم تتعب يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن عملك. صحيح. فحد بالصدفه كده جدا 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 السنه يعني. دي وعايز اقول لك حاجه بس انا شد فيه مجروحه يعني عشان انا مع السبب هيبقى رؤوف، خلينا كده هيبقى رؤوف. انت كده عرفت خلاص رؤوف، انا هلعب معاه دويتو بس مش دلوقتي. انت كده عرفت خلاص، انت عرفت خلاص كده. حسام هاجي لك بالتاكيد حسام عشان اقدر اعمل زي ما يمكن عامر قال دلوقتي، عشان يبقى في نجاح لازم في مجهود وشغل، وعشان ابقى اصلا في شغل لازم يكون في مجموعه متوافقه مع بعضها. صح. يعني انت وعامر وحمد الثلاثه اولا مسمى مدرب، مفيش بقى مش عارف ايه. صح. ده احنا كده اشقاء مع بعض شغالين الشغلانه واحده وشايلين بعضنا احنا الثلاثه تحت احمد عبد الرؤوف بقيادته بالتاكيد. التوليفه دي حصلت امتى اصلا؟ هل من ايام بلديه ولا اديني هيستوري عنها الاول؟ لا طبعا انا يعني هو كابتن عامر كان طبعا لسه هيخش يتكلم، انا حابب يعني معلش انا اديني بقى الفرصه اتكلم. اديني ما معلش لا اديني بصراحه، لان مهما اتكلم والله ومهما اقول مش هقدر ادي احمد عبد الرؤوف حقه او كابتن احمد عبد الرؤوف حقه، لان الراجل ده وقف جنبي انا حاجه شخصيه من ساعه ما دخلت نادي الزمالك. الراجل ده اصر ان انا اكون موجود في 2003 معاه. ده في قطاع الناشئين. قطاع الناشئين، انا اول ما بدات دخلت 2001 كنت مع عصام حسن، وبعد كده كابتن احمد عبد الرؤوف مسك ال 2003، فالراجل كان مصمم جدا ان انا اجي من 2001 امسك ال 2003 معاه. فالراجل ليه فضل عليا كبير جدا. شايف فيك رؤيه يعني؟ لا والله هو اصلا صديقي. لا هو صديقي من 25 سنه من ايام منتخب مصر ولعبنا كاس عالم مع بعض. فانا بدين ليه يعني ان هو ليه سبب ان انا اكون جوه الجهاز اللي هو محترم ده. كان حاطط لي رؤيه يعني للفتره اللي هي جايه. طلعتوا بقى من قطاعات الناشئين في نادي الزمالك، قلنا هناخد بقى ان احنا نمسك درجه ثانيه كانت مصر السلومه هي البدايه. بس قبل كده احنا خدنا بطوله 2003 مع بعض في نادي الزمالك، وكانت البطوله دي غايبه 16 سنه عن النادي. وبعد كده كابتن احمد اضطر ان هو يروح مدرب عام في بورتو، وبعد كده مسك مصر السلوم مدير فني، فخدني انا والكابتن عامر والكابتن ايمن الطويل. دي كانت البدايه اللي احنا كنا مع بعض نفس الجهاز ده، كان في 2003. وبعد كده الحمد لله حققنا نتائج كويسه جدا، كانت الفرقه بتنافس على الهبوط، وبعد كده خدنا المركز الثامن، والحمد لله جاله خطوه نادي البلديه، كانت خطوه طبعا مهمه جدا في حياتنا كلنا. خطوة صعبة لأن النادي اسم كبير ليه تاريخ طبعا في الدوري الممتاز، وأنا لعبت في نادي البلدية من حوالي 16 سنة. ما يسيبش هيسيبك يعني في أي مباراة أنت بتأثر، الجمهور هو نبضك على طول. احنا في كل ماتش كان الجمهور يعني سابقنا في أي مكان. فطبعا النادي ليه اسم كبير، وأنا بعتز إن أنا كنت لعبت فيه وهو في الدوري الممتاز، والحمد لله لما مسكت السنة دي الحمد لله صعدوا الدوري الممتاز. فالكابتن خد التجربة يعني ومسكنا بلدية المحلة، فقابلتنا صعاب كتير جدا جدا يعني مجموعه صعبه جدا، مجموعه بحر دي يعني الاخر ماتش ما تعرفش مين هيصعد. كراسي الموسيقيه كله كان بيسيب لي الاخر ان هو يصعد براحته يعني. دي حاجه طبعا دخل معانا الكابتن محمد صالح طبعا معانا في نادي بلديه المحله، هو كان متواجد في مصر السلوم والكابتن ايمن الطويل والناس دي طبعا ليها فضل معانا يعني. بس برضه ما قلتليش ايه فكره ان احنا الثلاثه مدرب؟ هو بص الكابتن محدد لكل واحد ليه لاين معين يعني. تمام. مثلا انا ماسك خط الهجوم ومجموعه التسخين واللاين بتاع الفراوده واللوناج والوحده التسخين كلها. طب والاخ المرقصاتي ده اللي بيرقص؟ الكابتن عامل ماسك خط النص والثوابت. طب تمام. والكابتن حمد ماسك المدافعين. المدافعين هسالكم اكيد عن اهم المحطات اللي يمكن كانت ليها فرق كبير جدا في مشوار البلديه، ولكن هنطلع لفاصل ونرجع ناخد تاني من ضيوفنا الكرام اهم واصعب المحطات في صعود البلدية للدوري الممتاز، ولكن بعد الفصل أتمنى أن تبقوا معنا.
بجد تحب حضراتكم مره ثانيه وضيوفنا الكرام. سؤالنا كان اللي عامر قبل الفاصل المحطات الصعبه اللي قابلوكوا في مشواركوا حتى الصعود للممتاز. هو الحمد لله يعني في الفتره الاولانيه ما كانش فيه محطات صعبه خالص يعني بس بدانا احنا طبعا من 18/7 بدانا 18/7 فتره الاعداد. هي بس كان اكتر حاجه كانت شغله كابتن احمد في النقطه دي ان اللعيبه تاخد التشوك بتاع قعده السكن يعني بتاع النادي وبتاعه وخلاص بقى اتغربوا قاعدين احنا 24 ساعه مع بعض تمرين كل يوم احنا قاعدين مع بعض. والدليل على كده اللي هو ما حبش يعمل معسكر خارجي عن النادي يعني قال لك لا انا المعسكر بتاعي يبقى جوه النادي. ليه؟ في نفس الوقت هبقى واخد على الملعبي واللعيبه تاخد على الملعب وفي نفس الوقت اللعيبه تاخد على السكن وتتعود على القعده دي. ودي فرقت معانا جدا 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 فيما بعد يعني خدت التشوك كده من بعض اللعيبه والحمد لله يعني ايه عدت. ايه سبب التشوك؟ ايه سبب الصعوبة؟ مش متعودين اللي هو في القعده مع بعض وكل مثلا ايه انت لو رحت اي تاني مثلا كنت تاخد شقه بره مثلا مش عارف اللي هو بياخد بدل اقامه وبتاع وبيتصرف مع نفسه. لكن لا احنا دلوقتي لازم يكون اللعيبه كلها المغتربين مع بعض. عملت حاله من الانسجام ما بينهم. طبعا 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 اخر الموسم بانت الحاله دي. يعني الحب بتاع اللعيبه اللي جه في الملعب ده مش من فراغ يا فيتو خالص. انت بتتكلم في فرقه قاعده مع بعض من 18/7 لغايه 14/6 انت بتتكلم في سنه بالظبط الا شهر. انت فاهم ازاي؟ حاله الحب دي بانت جدا جدا الفتره الاخيره بالنسبه لنا احنا وفرقت معانا جدا جدا في الملعب. وحيد محسن اللي جاب الجون او وحيد وحيد محسن عارف كده بلقطه الكوره مهاجم غلس هداف الدوري يعني عارف واقف بيقطع الكوره وبيتكلم وبيحرك وخبرات عصرت خبرات غير عاديه بجد. انا شفته في ماتش الجمهوريه. هو سنه قد ايه تقريبا ممكن يكون شويه؟ لا 30 سنه 30 بس تحسه لاعب في سموحه. وحيد لاعب وزن المحل. انا بقول على سنه دلوقتي. لا لعيب تقيل في الملعب. لا لعيب كويس لعيب كويس جدا جدا يعني جدا يعني محمد محسن. فانتوا كملتوا ان انتوا المعسكرات كلها داخل خلاص جوه النادي بتاعنا والحمد لله بفضل الله فرق يعني اللعيبه اتعودت وكل خلاص اتاقلم على الموضوع ده. بدانا فتره اعداد ماتشات وديه. بدانا في الاول الموسم اول ماتش لينا كان مين يا عميد؟ اول ماتش كان على ملعبنا. كان ملعبنا ولا بره؟ لا مش متذكر كان اول ماتش مين. كنا كسبنا على ملعبنا. كان اول ماتش كان على ملعبنا لا طنطا. كان اول ماتش لينا طنطا في طنطا وكسبنا كفر الشيخ طنطا في طنطا تعادلنا 0-0 بعد كده كسبنا كفر الشيخ 4-1 عندنا. بعد كده بقى ممكن تكون بقى ايه هزيمه سبورتنج مع احنا موضوع الترتان بالنسبه لنا مش احسن حاجه يعني في يعني ماتش كان السنه اللي فاتت. بقول لحضرتك بص السنه اللي فاتت احنا الملاعب الكبيره فيتو بتفرق بيبان فيها شغلنا بيبان فيها شغلنا جدا 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 وبيبان فيها شغل جدا يعني تمام ازاي. فملعب الترتان مع سبورتنج اتغلبنا رجعنا تاني الحمد لله ربنا كرمنا. لكن من اهم العقبات قابلتنا احنا في الموسم بتاعنا ماتش بايونيرز. بايونيرز اتعادلنا فيه عندنا 0-0. الجمهوريه برضو انتوا رحتوا مشوار لا الجمهوريه تعادلتوا خدتوا تعادل يعني تعادل مسموح يعني انت بتتكلم فرقه بنفسك نقطه ايجابيه في ظل مباراه جماهيريه كانت قويه جدا. تعادل مسموح. حسام مش كل حاجه فنيات يعني حته النقطه اللي اثرها عامر في ان انت تخلي المعسكر كل اللعيبه عشان انسجامهم في بعض الاحيان بتبقى نتائج مباراه انت بادئ الشوط مش موفق والدنيا مش مظبوطه. مش هنتكلم بقى فنيات قوي ممكن في حاجات كده معامل نفسي. احمد رؤوف بيتكلموا مع اللعيبه تقولوا ايه بتحمسوهم ازاي هو ممكن يكونوا شايفين الحلم بعيد وصعب في ظل زي ما احنا بنقول كده الانديه اللي كلها مؤسسات وبتصرف بشكل كبير جدا. كان ايه النقاط اللي ممكن بيحفز بيها اللعيبه قوي في غرفه الملابس ده؟ والله هو حته الروح الحمد لله يعني من بعد شهر رمضان رجعنا بروح تانية خالص بعد بايونيرز يعني بعد بايونيرز وبعد شهر رمضان عملنا فيه اعداد كويس جدا شهر رمضان رجعنا اللعيبه حتى في كلام ساعتها بعد بايونيرز انا احتماليه ان الجهاز يكمل او ما يكملش وهي دي المبالغ دي من اكبر العقبات دي فدي كانت نقطه تحول بعد ماتش بايونيرز واحسب لمصطفى طبعا من عند حضرتك برضو احنا بنشكره طبعا على وقفته جنبنا طول السنه هو مجلس الاداره بالكامل والكابتن حماده علوي طبعا. والحمد لله رجعنا بعد ماتش بايونيرز الفرقه بروح ثانيه بصراحه اللعيبه كلها كانت متعهده ان هي تعمل حاجه كويسه لان كل لعبة بتحب الكابتن رؤوف جدا لان هو من الشخصيات الجميله جدا وهو دؤوب جدا محاضرات شغل في الملعب كل حاجه بصراحه الراجل ما قصرش فيها. احنا طول السنه قاعدين سايبين بيوتنا كلها والله متغربين يعني اكتر مره في حياتي اتغرب زي السنه دي خالص حتى وانت لاعب وانا لاعب ما كنتش بتغرب كده والله خالص. احنا كنا قاعدين معاهم احنا كنا قاعدين معاهم قاعدين معاهم في نفس السكن بتراجعوا عقبال الاخطاء بتاع كل مباراه معاهم كل حاجه يعني كل فيديو بتحاول على طول تعمل ده على طول. ما انا بقول يعني زي ما قلت لك
التوفيق ما بيجيش من فراغ، صحيح بيجي من شغل اللي مش عايز اقول ما فيش حاجه باي لك، لا 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 تعب وفي حاجه جدا حاجه مهمه جدا، يعني كابتن احمد عبد الرؤوف من اهم مميزاته ما بيسيبش حاجه للظروف، يعني ما بيسيبش حاجه تفاجئك، لا بيبقى عامل حسابها ولو حصل كذا هنعمل كذا، لو حصل كذا هنعمل كذا، زي ما يعني انا زي ما قلت لك بقى يعني عملت دعمات في يناير، وكان ايه التخطيط ليها؟ كان احنا جبنا احمد اشرف من زد، وجبنا سمانه من نابارو، جبنا احمد عمر الحارس، يعني انت ماشي في سكه اللي انت مع لعيبتك وبتشوف ايه المراكز اللي انت محتاجها، مين بقى كانت العين اللي المفروض بقى بتبص على اللعيبه الثانيه برضه؟ لا لا كلنا مع بعض. بص الكابتن احمد في ميزه حلوه قوي، يعني شغله الشاغل التيم ورك، انا مدير فني ومعايا التيم ورك بتاعي جهازي، حتى لو تلاحظ يعني في كل كلامه جهازي جهازي جهازي، فالنقطة دي هو حريص عليها جدا 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 جدا، والموضوع ده برضو مش هرجع اقول لك بيجي من فراغ، لازم يكون في ثقة بينه وبين جهازه. الحمد لله يعني احنا يعني انا واحد من الناس بقى لي مع كابتن احمد 5 سنين أو 6 سنين، يعني احنا اول ما بدأت مع كابتن احمد انت فاهم ازاي، فبقى لي كتير قوي معايا يعني من 5 6 سنين بصراحة في الزمالك، يعني هقول اللي يحسب ليه ان يبقى الجهاز المعاون بتاعه بالشكل ده من تآلف ومن حب، وان هو بيثني على أداءه معاه، والشكل اللي احنا بنتكلم فيه اللي يمكن نموذج شويه في ان انت تخلي الفرقه كلها معسكره دايما معاكوا في جو واحد، والاكثر مع كابتن روف ان هو بيحسب ليه يعني اريحيه في الشغل جدا، عنده ثقه فينا جدا، كل واحد ماسك لاين من يعني من بابه كده، من شغل الفيديو لكل حاجه، مديك اريحيه كبيره جدا في الشغل. بلديه صعد اخر جولتين، قبل كده كنتوا طنطا وشويه جمهوريه شبين شويه، انتوا شفتوا المجموعه ازاي؟ يعني كان عندكم الامل ولا كان بيروح ويجي، كان بيضعف في بعض الاحيان؟ لا والله احنا كان عندنا يعني كنا من اول سنه احنا من ساعه ما مسكنا الفرقه احنا كان عندنا هدف هو الصعود، لكن مع المطوشه كان بيحصل لك شويه دروبات فكانت بتاخد منك شويه، لكن من بعد ماتش بيونيرز الوضع مع اللعيبه اتغير خالص، اللعيبه بقى عندها حاله غير الاول خالص، اللعيبه كلها عندها روح ان هي عايزه تصعد، وده اللي بان في الاخر 6-7 متوشه بعد شهر رمضان. انت كنت في الباص وانتوا شايفين ده قدامكم؟ كنا شايفين. كنت في الباص. طبعا. شعرت بيه اكيد، انت لو حصلت في بطوله وانت بتلعب مع الزمالك او اي من اللاعبين اللي ما بياخد بطوله، شعوره ايه وهو داخل الباص ده؟ انا مش عايز اقول لك، انا يعني احنا كنا مبسوطين جدا، وكناش عارفين، كنا حاسين ان الماتش وهي 4-0 احنا كنا حاسين ان احنا في يعني مش مصدقين كده، لكن بصراحه الماتش ده احنا عملناه كويس جدا. بص بص الجماهير، بص الجماهير كوره ليهم يا جماعه، الناس نفسها تفرح قوي هناك، بيحبوا الكوره جدا، الجمهور بيحب الكوره جدا، كويره يعني مش اي حاجه يعني. وانا عايز اقول لحضرتك احنا برده خدنا المركز الاول، احنا برده احسن خط هجوم 46 جون، واحسن خط دفاع برده اقل جوان دخلت فينا، والحمد لله. اصعب مجموعه في وجهه نظرك كانت ايه؟ البحر. انت بتتكلم حضرتك وزي ما قلت لك ست فرق بينافسوا، خمس فرق كلهم طلعوا قعدوا فوق ونزلوا، بس في حاجه بقى يعني ما حدش ياخد باله منها خالص. ايه بقى؟ يعني احنا الحمد لله بفضل الله اول ما ركبنا اول ما نزلناش، احنا ما ركبناش اخر مجموعتين في اخر جولتين، انا لسه بقول لك اهو الفرق كلها ركبت اول. بص اول منفرد، انا بتكلم على اول منفرد. معايا ضيوف هنا الحلقه اللي قبل اللي فاتت قبل الجولتين الاخر، انا رهنت ان البلديه هو اللي هيصعد. ما انا بقول لك اهو احنا كان عندي الفيلم يعني لسه همسك انا فيهم، بس مش هينفع على هوا كده. بقول لك البلد يعني احنا كفرقه ما ركبناش اول ولا مره، غير ركبنا مره بس انا مش عارف والله العظيم معلش انا اسف بالاهداف، مش عارف اعدي الصوره دي، انا مش عارف اعدي الفرحه. انت وصلت الساعه كام مثلا المحل؟ احنا خلصنا ماتش 7 9:30 وصلنا 9:30 وفضلنا مثلا في شارع فيه مثلا ساعه مش يعني الناس دي كده واقفه يعني اللعيبه دي كمان بتاعتنا دي اللعيبه دي بتاعتنا يستنوا اللي يستنوكوا في الباص ويخشوا النادي. انتوا كده جوه الملعب؟ جوه الملعب اللحظات دي كده جوه الملعب. الاوتوبيس والله الكوره الجماهير دي والله متعتها في الناس الحماسيه. كم مره الجمهور فرق معاكم في مباريات؟ يعني انت كم في مره ممكن تلاقي لعيبه نازله مش في المود قوي، بس اول ما بتسمع الجمهور وراه واهاته بيفرق معاه معاهم الاجابه بيختلف. في ماتش نابارو ماتش نابارو فرق معانا جدا 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 في نابارو، يعني الشوط الاولاني كنا مغلوبين 1-0 وما كانش راضيين يدخلوا الجمهور بتاعنا، وكنا عاملين ماتش هايل الصراحه يعني سبحان الله يعني. دخل بين الشوطين الجمهور، دخل بين الشوطين فربنا كرمنا الحمد لله وكسبنا 2-1، برضه من الماتشات اللي هي مفترق طرق بالنسبه لنا. مفعول السحر الجمهور برضه مفعول السحر دايما هو الجمهور والكوره بتتلعب بيهم بجد. انا نفسي حاله الاستثمار تبقى في الانديه الجماهيريه، وهنشوف والله دوري ولا اقوى من كده، سواء فوق في الدوري الممتاز او حتى في المحترفين اعقام الموسم القادم. فاصل وهنكمل مع نجوم التدريب الصاعدين اللي هيبقوا اكيد ليهم شان في المرحله القادمه،
كابتن عامر صبر وكابتن حسام، ولكن بعد هذا الفاصل لقاء اخر وحديث اخر عن بريد المحل. يمكن سريعا كده وقتنا جري معاك، ولكن في النهايه اكيد هاخد منك صوت راس صغير زي ما انا كنت بقول لك صغير. انت احلى خلاص، انا عارف بصوتك. لا 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 صوت راس احلى، صوت احلى، صوت احلى. هو كبير بس عشان حبيبنا وصديقي اللي بتشرف بيه بالتاكيد. تهدي الفوز ده لمين؟ طبعا بهديل اللي هو صاحب الجراه اللي هو ياخد الخطوه ديت، الباشمهندس مصطفى الشامي طبعا اللي هو ياخد جراه اللي هو يجيب جهاز شباب. بهديل كل جمهور نادي بلديه المحله، كابتن حماد علوي اللي هو رئيس الجهاز، طبعا الكابتن احمد عبد الرؤوف انا بسميه طبعا العبقري المدير الفني بتاعنا، كابتن حسام، كابتن حمد، كابتن ايمن الطويل، الجهاز الطبي كامل، الجهاز الفني الاداري كامل، عمال ملاعب، عمال غرف اللبس، كل واحد ساهم في النجاح اللي احنا وصلنا له ده. شفت جاب كله، ما سابلكش حاجه. اه كابتن، هتهدي مين بقى؟ لا انا نفس لا 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 كابتن عامر، انا هكمل بقى عليه شويه لان كابتن عامر انا طبعا بعد اللي قاله كابتن عامر ووالدي ووالدتي طبعا وزوجتي اللي استحملتني طول السنه بصراحه يعني، واللي واقفه جنبي في مش هخش البيت انا كده كده خلاص روح معاها بقى كده باكل عيش. فبصراحه يعني الناس دي كانت بتدعي لي، والدي ووالدتي بيدعوا لي على طول دايما طبعا يعني، وزوجتي طبعا اتحملتني. انت عارف ان لعبت يعني شغل، لا بالشكل انت قلت ده غيابكم ده بالتاكيد يعني كان هم طبعا الشغل بتاعنا طبعا محتاج طبيعه معينه. بالتاكيد لازم نبارك لهم ولازم نقول مبروك ومبروك ليك حسام، مبروك عامر بالتاكيد، سعدت بوجودكم ونشوفكم ان شاء الله مكملين مع الفريق في الدوري الممتاز. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. كده بنوصل لختام حلقتنا النهارده من دوري بلدنا. كنا مع فرحة بلدية محلة، النادي اللي يمكن رهنت على صعود الأندية الجماهيرية اللي هنشوفها تعود مرة تانية في الدوري الممتاز وبيخلوا طعم الدوري الممتاز. أشكركم على حسن متابعتكم لحلقة النهارده، أتمنى كنا نالت إعجابكم. نشوفكم في حلقة جديدة على خير الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم.